شب خاركم، ان شاء الله تكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم شنو؟ صح مثل ما قال ادم، اني رايحه اني ادم اليوم راح نجرب وياكم اغرب فواكه بالعالم. جبنا شكو فواكه غريبة وراح نجرب طعمها، لأن كل مرة احنا ندخل مثلا للسوبر ماركت نشوف هاي الفواكه غريبة ما نشتريها. ليش؟ لأنه ما نعرف طعمها شنو. فاليوم قلنا نجربها وياكم، هم احنا نعرف الطعم وهم انتوا إذا ما مجربين هيجي فواكه راح نقول لكم تستحق أن تشتروها أو يقعدوا ويقعدوا. طبعاً جايز إذا عجبتكم هيج فيديوهات لا تنسون تخلون 10,000 لايك بأول ساعة وتشاركون القناة وتوصلوها المليون. طبعا هاي الشغلات تشجيع لنا حتى نقدر نسوي لكم فيديوهات اقوى واغرب بالايام الجايه. شوفوا هاي الفاكهه شنو طلع ببطنها. هسه خلينا نجرب الطعم. مثل كوكونات. اي تخوف، راح توقع. بسم الله طعمها طيب. صدق؟ يا هي سوي لوحه. هسه جربت اني شفت طعمها آمن وطيب. هسه نطلي الجهال. نايس. بس سهلة سهلة، بس تقصوها هي يعني تطلع هاي مالتها الثمرة. طيبة والله. وللعلم هاي الفواكه الغريبة سعرها يختلف عن سعر الفواكه العادية، كلش غالي. انتي قلو بعدك. تعرفون هاي شنو ماما؟ هذا الفروت جيلي. اللي اجيبه من الاسيا ومن نسالها اذا بي جيلاتين تقول لا هذا كله من الفواكه. تعرفين هاي نفس الطعم بالضبط. انا قلت الطعم مالوف. هذا احنا ماكلين ناكله دائما، فهذا هو يمكن يجعصوه ويسوون منه جعص. ايش ماني اكل؟ ما تريدها؟ ها دودي ما يريدون. والله طيبه. ايش هذا الجلي؟ انا اكره هيجي ايش اسمه، اكره اي كل شيء. اكره كل شيء هيجي زليل. لزج. واو. إيه بس هذا مو لزج، بس تخبل هاي. والله طيبه. واو. من هي يسوون هذا؟ مثل لقيه. يمكن الحبايه تاكل. خليني اطوق، خليني اطوق وحده. خلاص. اوش هذا؟ هاك هاك. يلا. اكل. اكلت شمس اكلت. طوق. لازم. حنا اشترى. والله طيب ايش بيك هاي ذبها هسه. يلا يلا ايش نختار؟ ما ندري. هسه نختار هاي حتى نشوف شنو. هاي اول مرة نشتريها. شنو هاي؟ هاي تجربها جو حطاب. قلنا شلون يقدر ياكل هيك. واو لكر. جرب حنوش. واو كلش رايدة. العيب الوحيد اللي بيها بيها وايد فصم. بس هاي الغريب انه هذا يشبه مال التمر هند. اي اي نفس الشيء. معقولة؟ بس الطعم يخبل. خلينا نجرب هاي تشبه الكيوي. خبل ما مبينة مو. طبعا تقييم ذنيتشة 5/10. لا. وهاي تقييمها 8/10. انا بالعكس. هاي 5/10. انا هم اعطيها هاي اقل من 5. 4 من 10. لا والله اعطيها 8 كلش طيبه. 4. هسه نجرب هاي. خلي نذوق. شنو طماطه؟ اي صدق. تشبه الطماطه. شنو الريحه؟ شو والله اعطيني هاي قصيتيها؟ سوبر فرانكيز. هاي بابريكا، هاي بابريكا جلوبش. ها؟ مقرف. لا ما ادري مو ضعفن ما ادري شنو. طيني شو شو لازم اذوق. لازم اذوقهم، لازم تجربه. طيني طيني. لا لا هاي سام يمكن. ذوق هاي. لا والله طعمها طيب، هاي يسوونها مواطه. بيها ريحه تخبل شتا تحكي. بيها مروره. يسوونها مواطه هاي. شفت؟ بيها مروره وبيها حموضه وبيها بدو. وهسه ناخذ هاي. هاي تجربة فاشلة. نعطيها واحد. ما تشتروها. واحد صفر. هاي طبعا شكلها مثل الأناناس.
خلي نشوف والله خلي نفتح. اوكي نشوف البطن. بس هي وهاي ما بيها فرق. اكو فرق كلش هواي. هاي ورقية بيها ورق. هاي ما بيها ورق. معقول هاي هم صبرة؟ هاي ترى مو بالشجر. هاي تنوكل بخاشو. واو بلنجو. نفس الشيء. بلنجو لا. بلنجو. تيكو. اللي قلنا عليها ذاك اليوم مال العصير. كلش طيبه من طبعا نفس النوعيه يمكن لان هي بها ابيض بها اصفر بها بها احمر حلوه حطينا على الطبقه اليوم حنوش يفوق هسه مو يشكا طيبه اخذي هاي انا حنوش مو بسهوله يقول طيبه يعني اذا طيبه يعني صدق طيبه ما يعجب اي شيء اي كلش طيبه والله ايه هاك الحمد 10 of 10 يعني 10 من 10 والله اطيب من هاي اللي تغاخن في خوخ بابا واو نايك هاي اللي قلتها الساعة ما ادري سويت بيها طماطة ايه ابد مو طيبة ابد هشتلو هذا تدمر عايشين شامسة شمت سوبر سوبر فرانكيز سوبر فرانكيز ما بيطعم يامي لا بالعكس اطيب من الدراغن فروخت انا هنن هي هم دراغن فروخت ترى اي بس غير نوعها بس غير نوعها بس بيها حلا شويه بس كلش طيبه تخبل مندرينه قبل قبلينه 10 من 10 اخر من 10 انا اقول لا مو 10 لا لا 5 اي 5 5 5 5 5 6 7 الوحيده الطيبه بهن هاي لا وتخبل انا ما ذقت هاي اول اللي عجبتني مني لا غريبه ما شايفه منها قبل يلا خلي نشوف هاي هاي لو خليها بعدين هاي الكبار بعدين انا اقول ها الكبار شوفوا هاي شوفوا هاي بس النجمه شلون هاي خيار اخاف خيار كوري هذا هذا خيار عندك خبره بالموضوع يمكن ياكل هو اكثر ال شلون اول ما ياكلها كان فلفل حار بيها طعم بابريكا بيها طعم بابريكا بس مو بابريكا بس ما حبيت اي صح بيها بس طعم بابريكا تجربة فاشلة 2 من 10 خلينا نجرب هاي شكلها مالتانوس هاي وين طلعوها بيا فيلم افنجرز اند جيم هاي تنوكل بخاشوقة يمكن مثل الخيار عينا شكلها اورانج جيبوا لنا خاشوقة ناكلها بخاشوقة هاي هي هاي ما بيها شيء طيبة عندي والله صدق القرآن تعالوا خنبور طيبة بس بيها حب مال الخيار الخيارة من تكبر لا طعم ولا لون ولا رائحة ما بيها أي طعم بوقي ذاكري شايفة الخيارة من تصير شلب إي من تكبر وتخرب نجي لهاي العنونة الحلوة 5 من 0 هاي تقريبا نفس هاي هل نذوقها؟ ايش كان مثلها هاي تسعى بالشجر هيبس طعمها تدري شنو؟ مثل طعم التمر من بعد ازرق بالضبط طعم التمر بس الداخل مالتها نفس هاي ماكو فرق هسه نجي على هذا افوكادو بس مو افوكادو هو من افوكادو؟ كيوي هذا كيوي 10 من 10 كيوي بس هو مو كيوي بالالماني كيوي كل شيء يشبه طبعا يشبه هشوف الطعم نفسه شلون ناكله لا نقشرها انا اكل كيوي هو والقشر اي انا شاكله صدق كيوي احمر احمر واخضر به هواي الوان الطعم مو كيوي طعم ابد ابد مو كيوي لا ابد ولا يمه طعم طماطه أبداً. وبصل شويه يمكن ولا يما والله هلا قصها هنا انا بالنص هاك شوف هاي احلى ولا يم الكيوي الطعم
شو يسمونه التمر من هو ازرق؟ نسيت. ما ادري شو يسمونه. دبتها شمس. شو يسمونه التمر؟ دبيتيها؟ مو طيبه؟ ها آه مو قلنا؟ ولا يم الكيوي ولا يمه. مو طيبه. لا بس هاي الثانيه طيبه. طيب. يا هي الثانيه. بها طعم حديد. تقريبا. اي والله بها طعم كلش غريب هاي. هذا مو كيوي لا تشتروا ابدا. لو هاي من التان ايش معناها؟ احسن لا لنقدوني. لا انا ما لبيت زمان بها هاي منها بها طعم. هاي شنو عنونا حلو كيوت هاي لالنجي بس يمكن بس ما ياكلوا يمكن هو ولا هيجي بلع ينوكل لا كله هو قشره لا ايوه هاي شنو هاي جربوا هاي شنو ناكل منها طين واحده دنيا شمريلي من داخلها ما شوفتيهم ما بيها شيء هيك ياكلونها هيك اي قبل ياكلوها هي وقشرها هاي ليمونه هاي ليمونه يا يمه ليمونه من ناحية هاي انا لكم تخاف منكم ما تنوكل بابا لما قشرها ما ادري شلونه لازم تتقشر ليمونه بلا قشر ليمونه اي ليمون طعم ليمون مو لالنجي ولا يم اللالنجي بس طيب يعني تاكل مو مال اي يعني حمضيات عادي هاي احنا ما كلين دغخن خلينا نشوف هاي نوع من انواع البيرنا يعني احنا نسميه بالعربي عرموط او له اسم ثاني ما اعرف شنو عرموط انا اتوقع هاي طعمها مثل السفرجل خل تفاحه مو عرموط يخبل خبل هاي طعمها طيب عرموطه عرفتي انت يا نبيت الف لا مو نفس طعم هذا العادي مشتري اطيب ويا ما اطيب ذيك تصير شويه قاسيه او تصير لينه حيل هاي هاي لا لينه ولا هي قاسيه زين بيضه لو حمراء جايبيها ما ندري انا اشوف فيها نفس اللون اذا حمراء انا ما اكل بيضه هاي فرحه فرحه وهاي فرحه ما حد فرح هاي فرحتنا كبيره حضروا حضروا لها جيبوا لي مشايه مشايه اعطيني واحده شمريلي 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 انت هاي خف هاي مو نفسها هاي حمله هلا ابو لعبه نفسها شمس هاي 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 نفس الطعم من هاي ايوه 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 ايش دعوه دعوه الفرحه مو طيبه والله مو كلش طيبه ما باقيها انا احب الاحمر انا احب الاحمر فتح الثاني نشوف له طين بالخاشوقه طلعيها انا احب الاحمر بالعكس احنا اكلنا الاحمر طيب الاحمر سويت جول شمس جول هنبيضه هنبيضه انا اتوقع هاي لا تاكلوها هيك سووا بها سموذيز اي تقريبا مثل الايس كريم من واحد هيك ياكلها يحط كريمس وهيك ياخذ كل مو مثل ديش بيها حلا سوري حنا ياخذ كلين الهدني ويسوين شجره اي طبعا ايش ما تسوي هيك هسه اجينا الاخر واكبر فاكهه اللي شو اسمها هي بابايا بابايا ابي اشوكولاته ريزن بابايا هسه يلا نبدي نفتحها ما نعرف شلون تفتح هي هيك راح نفتحها مثل الملونه بطيخه هاي شوكولاته شوكولاته انا واو هذا ينوكل ولا بابايا تتغير اعتقد ينوكل شوكم شي ماما نم نم هذا ينوكل لا لا قوي هذا الحب شميت ريحته لا شو ماما ريحه معفنه ما ادري شنو وهي مليحه اي بس مو قويه هاي صير شربت له شوف شنو نص مو هيك ما تنوكل مستحيل هو ياكله هيك انا اشوف اي نم نم اسكب شوي اكل من بابايا اسكب شوي اكل كلش طيبه والله والله هل ليش ما تتاكل لكا طيبه لكا ادم ما ضاق ولا فخوختايا طيبة
ايش قد تعطيهم؟ اثنين. لا ثمانية. لا والله ثمانية. ثمانية ثمانية والله. هاي وبيتشة. بيتشة. ما أدري هذا يأكلوا ولا لا. أنا ما أكلت أي وحدة بس هاي والصفرة وبس هاي. وإذا تريد هاي بعد هم كلها. هيك حبايب قلبي جربنا وياكم كل الفواكه وقلنا لكم تشتروه وما تشتروه واللي يستحق واللي ما يستحق. زين هسه هاي 8 من 10 هاي لا تشتروها ابد خاف تلاقيكم في يوم. كايس طبعا هاي مو نهائيا ما قلت 8 من 10 تشتروها. وهاي هم لا تشتروها ابد. فلفل يا هاي هاي طيبه مثل الجلات. هاي هاي اشتروها كلش طيبه. لا والله مو طيبه. لا هاي نهائيا لا تقربوها عبالكم عبالك سم والله. والله بيها مروره وبيها طعم هيك ابد 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 مو شكلها هاي جيبوها كلش طيبه شكلها مثل حلق مونستر يعني حلق الوحش مثل حلق الوحش. هاي ليمونه. اي هاي ليمونه. هاي لا تقربونها هاي ابد خاف تشوفوها. هاي مو كيوي ابد لا تشتروها ابد مو طيبه. هاي عبالك ثلاث فردات سوي. اي خلوها بعلبه عبالك تاكلون مثل ايزن يعني حديد. فلهنا يا حبايب قلبي ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم هاي التجربه وهي اغرب فواكه بالعالم. خلوا لايك كبير اشتركوا قناتكم نشوفها. باي.